اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مسؤول على الهواء اللي بتنظمه الوحده الاعلاميه لمكتب السيد رئيس مصلحه الدراجه المصريه. واحب اعرفكم في البدايه بنفسي، انا محمد السلكاوي رئيس مجموعه فحص قيمه مضافه بمركز كبار ممولي المهن الحره، ومعايا زميلي الاستاذ تامر. اهلا وسهلا بالساده الحضور، معكم تامر فوزي مامور اول فحص مركز كبار ممولي المهن الحره. النهارده موضوع الحلقه عن اقتراض ضريبه القيمه المضافه للمهن الحره. المهن الحره هي نقدر نتكلم في ضوء القرار 531 قرار السيد وزير الماليه لسنه 2005 اللي حدد ماهيه المهن الحره طبعا، واللي هي عباره عن مهن غير تجاريه، وبيكون العنصر فيها هو عنصر العمل، ويقوم الشخص اللي بيمارسها بالاحتفاظ باستقلاله في العمل، في العمل ما بيكونش فيه علاقه تعاقديه. واعضاء النقابات المهنيه طبعا هم اساس المهن الحره في مصر. ولو جينا بصينا على القرار 531 لسنه 2005 فنجد ان من ضمن المهن الحره غير التجاريه طبعا اللي هي مهنه المحامي والمحاسب والساده الفنانين والممثلين والاخراج والمصور ومهندس الديكور، بالاضافه الى الترجمه والارشاد السياحي وغيرها من المهن الحره. النهارده نقدر نتكلم باختصار شديد عن موضوع الحلقه، ان في ضوء التطور الذي تشهده المصلحه، التطور التكنولوجي اللي احنا شايفينه في مصلحه الدراجه المصريه، وتفتكروا حضراتكم من سنوات سابقه كان يتم تقديم الاقرارات بطريقه يدويه، كانت المصلحه بتطبع الاقرارات ويتم ملئها في الشركات وبعدين بتقدم للمأموريه، الناس بتروح المأموريه، وكان طبعا بيحدث تكدس في المأموريات وبيحدث بعض المشاكل في تقديم الاقرارات. ولكن في اعتبارا في 2018 وتحديدا في نوفمبر 2018 اطلقت المصلحه المنظومه الالكترونيه للاقرارات بشقيها، القيمه المضافه وضرائب الدخل. المنظومه الشغاله اللي هي الاي سيرفيس انكم دوت تاكس طبعا، وفي 2020 وتحديدا في ديسمبر 2020 تم اطلاق منظومه جديده محدثه فيها مزايا اكثر من المنظومه القديمه، خاصه بالمراكز الضريبيه المدمجه، ومنها طبعا مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحره اللي انا بتشرف انا وزميلي تامر ان احنا بننتمي للمصلحه عامه ولمركز كبار ممولي المهن الحره. ومن خلال شرحنا في هذه الحلقة للمنظومة الإقرارات هنتكلم برضو عن بعض القوانين المرتبطة، طبعا القانون 67 لسنة 2016 بالنسبة لتعريف المكلف طبعا. ولما نتكلم في النقطة دي أستاذ تامر هيشرح لنا الموضوع ده. لتوضيح محتوى حلقتنا النهاردة هنوضحه من خلال تساؤل ورد إلينا من فنان كان متوقف عن العمل بصفته أنه هو يعتبر مهن حر، توقف عن العمل في الفترة اللي هي قبل صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، وبعد كده بيسأل بيقول أنا دلوقتي هتسجل قيمة مضافة بناء أنه هو مطلوب منه من الرقابة على المصنفات الفنية، فبالتالي أنا عايز أسجل قيمة مضافة، طب سعر الضريبة كام؟ فقلت له رديت عليه حضرتك خدمات مهنية واستشارية بند 12 في الجدول بسعر 10%، فقال لي 10% وبدفع هناك في ضريبه الدخل مبلغ شريحه تعادل 20%، ده في ازدواج ضريبه. قلت له لا حضرتك ما فيش ازدواج ضريبه ولا حاجه، وهنا لازم نفض الاشتباك ونوضح ايه الفرق بين الضريبه المباشره والضريبه الغير مباشره. الضريبه الغير مباشره بتنصب على صافي الربح، صافي الدخل اللي وصل لك، وبعد كده بتخضع للشرايح وفقا للقانون 91 لسنه 2005. اما بالنسبه لضريبه القيمه المضافه اللي هي قانون 67 لسنه 2016، فديت انت حضرتك معايا كخدمات مهنيه واستشاريه وخاضع بسعر 10%، يبقى انا كده لازم اوضح له ان هو مكلف بالضريبه. طب يعني ايه المكلف؟ المكلف هو الشخص الطبيعي او الاعتباري المكلف بتحصيل او توريد الضريبه لخدمه خاضعه للضريبه او لسلعه خاضعه للضريبه. طيب دلوقتي حضرتك يعني ايه مسجل؟ المسجل هو المكلف الذي تم تسجيله، سواء كان منتج او تاجر لخدمة أو سلعة خاضعة للضريبة بلغ حجم مبيعاته الخاضعة والمعفاة 500,000 جنيه، أو مصدر أو مستورد أو وكيل توزيع مهما كان حجم تعاملاته، أو مؤدي خدمة مرتبطة، مؤدي خدمة أو مستورد لخدمة مرتبطة بالجدول. يبقى أنا كده وضحت لك يعني إيه مكلف ويعني إيه مسجل. طب ما أنا المسجل ده كمان في حاجة كمان مهمة جدا لازم نوضحها، إن المسجل فيه مسجل إجباري
ومسجل اختياري. المسجل الاجباري احنا لسه موضحينه دلوقتي. طب المسجل الاختياري، المشرع اعطى الحق للشخص الطبيعي او الاعتباري بان هو يتسجل. يتسجل، وهل هيستفاد من التسجيل؟ اه طبعا هيستفاد. هنقول ازاي حضرتك تقدر تتسجل اختياري، بتقدم طلب للمصلحه ان انا عايز اسجل اختياري، وحضرتك ما بلغتش حجم المبيعات بتاعتك، ما بلغتش 500,000 جنيه، بس ممكن تقدم الطلب. بناء على ايه حضرتك؟ بناء على حضرتك انك انت راس المال المدفوع بتاعك في ال 12 شهر السابقين على تقديم طلب التسجيل 50,000 جنيه، حجم تعاملاتك بلغ 150,000 جنيه في ال 12 شهر السابقين للتسجيل، وحضرتك دلوقتي يكون عندك مقر ثابت، وحضرتك عندك بطاقه ضريبيه. طيب هل هستفاد؟ اه طبعا حضرتك هتستفاد. حضرتك هتستفاد انك حضرتك هتقدر تخصم الضريبة على المدخلات بتاعتك، وحضرتك تقدر تستفاد من خدمة التصدير، انك انت هتسترد الضريبة على المدخلات في السلع التي تم تصديرها. بعد اذنك برضه استاذ تامر، طبعا موضوع محاضرتنا الحلقة النهاردة عن اقرارات المهن الحرة. طيب بالنسبة للمهن الحرة، طبعا جينا اتكلمنا عن الاستاذ تامر كان بيتكلم عن القوانين، طبعا قانون 67 هي المهن الحره، مفهوم حديث في قانون 67 لسنه 2016 اللي صدر فيه 8/9/2016 تحديدا، وكانت قبل هذه الفتره لم تخضع المهن الحره لضريبه القيمه، لضريبه المبيعات وقتها. طيب ايه اللي استجد جديد في قانون 67 لسنه 2016؟ ان احنا استرشدنا بقرار 531 اللي احنا قلناه اللي هو خاص بالمهن الحره، وابتدينا يتم اخضاعهم ونسجلهم. طب بنسجلهم ازاي؟ تم ادراجهم في بند مسلسل 12 في سلع وخدمات الجدول اولا، وطبقا للقانون فان المكلف في هذه الخدمه او السلعه في جدول اولا هو مخاطب باحكام القانون من اول جنيه، يعني المفروض حضرتك تروح تتقدم للتسجيل فورا في مصلحه الضرائب المصريه. عكس اللي بيبلغ حد تسجيله اللي هو السعر العام 14%، ان هو لما بيبلغ حد التسجيل 500,000 جنيه. طيب لو يعني يمكن حديثا مؤخرا للناس اللي بتتابع طبعا الانترنت طبعا او بتشوف تعليمات المصلحيه، صدرت تعليمات مصلحيه تؤكد هذا المعنى، وتطبيقا للماده 25 من قانون الاجراءات الضريبيه الموحد 206 لسنه 2020. طبعا يعني نقدر نقول لكم برضو ان في عندي قانونين مهمين جدا نتكلم عنهم، قانون 67 لسنه 2016 وهو القانون الضريبي اللي يخص القيمه المضافه وهنتكلم فيه عن المهن الحره، وقانون الاجراءات الضريبيه الموحد ده بيخص اجراءات توحيد الضريبه طبعا للقوانين الضريبيه عامه، وهو ليس بديلا عن قانون 67 ولكن يختص بتحديد الالتزامات والمسؤوليات بالنسبه للقانون 67 وقانون الدخل طبعا وقانون الدمع. بالنسبه للماده 25 في قانون الاجراءات طبعا، الماده 25 طبعا صدرت بها تعليمات بتقول ما معناه ان هناك تسجيل حكمي، بمعنى انه على كل من لم بلغ حد التسجيل 500,000 او مؤدي او سلعه او خدمات جدول ولم يتقدم للتسجيل في الماموريه، ستقوم الماموريه بتسجيله طبقا لحكم هذه الماده وطبقا لقانون الاجراءات. فبالتالي الناس حضراتكم بيجي بيرد لينا كثير من التساؤلات، ازاي انا اتسجلت في ضريبه القيمه المضافه وانا ما رحتش اتسجلت؟ حضرتك اتسجلت لان ده نص القانون. حضرتك لو بلغت حد التسجيل 500,000 ولم تتقدم الى المصلحه للتسجيل خلال 30 يوم زي ما القانون بيقول، يبقى حضرتك هتتسجل حكمي طبعا، وهذا قانوني تماما. حضرتك لو مهني وبتؤدي خدمه مهنيه او يعني طبقا لقرار 531 طبعا معروف فيه المهنيين، ولم تتقدم للتسجيل في المصلحه في خلال 30 يوم، سيتم تسجيلك فورا طبعا طبقا للقانون، لان تعاملاتك من اول جنيه حضرتك مش ملهاش دعوه بحد التسجيل. الفرق ان ده سعر عام 14 وليه اجراءاته طبعا، وحضرتك مهني 10%. ولو حبينا نتكلم برضو عن موضوع مهم جدا المصلحة بتعمله طبعا تسهيلا للسادة المهنيين، ان احنا بنعمل بروتوكولات تقوم بتبسيط وتوضيح الاجراءات. ولو جينا اتكلمنا عن تبسيط الاجراءات، زي بالنسبة للبروتوكول مثلا، اخر بروتوكول عقدته المصلحة مع نقابة المهن الموسيقية، ففي توضيح وفي تبسيط للاجراءات. طب التوضيح كان فين؟ التوضيح لما انا وضحت الماده 274، التعليمات 274 المرتبطه بقانون الاجراءات ماده 31 اللي هي بتقول الماده 200 القرار 274 ده قرار السيد رئيس المصلحه لسنه 2021، وكان بيقول ايه؟
طبعا زي ما حضرتكم عارفين اقرارات ضريبه القيمه المضافه بصفه عامه تقدم شهريا اعتبارا من قانون الاجراءات طبعا اللي صدر، انك انت لازم تقدم القرار في الشهر التالي لانتهاء المده الفتره الضريبيه. ولكن تسهيلا للساده المهنيين طبعا، وطبيعه النشاط بتاعهم مختلف شويه عن الانشطه التجاريه، صدرت التعليمات رقم 274 لسنه 2021، واللي فيها يفوض رئيس المنطقة الضريبية المختص أو رئيس المركز الضريبي المختص حسب الأحوال في الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في هذه الفترة دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهري. وبالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذي يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 31 فقرة ألف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه. أما بالنسبة لتبسيط الإجراءات فكما ورد في البروتوكول بتاع المصلحة مع نقابة المهن الموسيقية، بسطنا الإجراءات بحيث أن الفنان لو عنده حفلة وبيسدد الضريبة على الحفل فده بيكفينا ان احنا بالنسبه للساده العازفين التابعين تم دفع الضريبه. ده يبقى كده وضحنا توضيح بالنسبه الخاص بالبروتوكول في ان هو بيبسط وبيوضح بعض الاجراءات. البروتوكول لا يغلي القانون، القانون هو الاساس، ولكن احنا بنبسط الاجراءات. تمام، وزي ما قال تامر زميلي كده طبعا بالنسبه للبند اللي جه تحديدا في بروتوكول نقابه المهن الموسيقيه، وبناكد يا جماعه ان البروتوكول اي بروتوكول يتم ابرامه مع النقابات المهنيه او الغرف التجاريه او جمعيات النقل او اي كيان نحترمه ونقدره ونريد منه الالتزام الطوعي في المصلحه بسداد مستحقات الدولة، وكلنا أبناء مصر طبعا بنعمل على سداد مستحقات الدولة وانتظام المجتمع الضريبي. بالنسبة للبند ده تحديدا قلناه عشان نصيغه سريعا، في حالة أداء الموسيقيين والمجاميع الغنائية ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال ما تقام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة شاملة أتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له، ويتم تحديد كشف مجمع بأسماء الفرقة المصاحبة مع إفادة الفنان تفيد سداد ضريبة الجدول بفئة 10%. برضو في بروتوكول تاني عندنا برضو ممكن نشير إليه، بروتوكول كان سبق ان احنا عقدناه مع نقابه المحامين، هو البروتوكول ده. ولكن البروتوكول ده عايزين نوضحه. طب ايه البروتوكول ده؟ ان هو بيتم دفع مبلغ عند قيد الدعوه في المحاكم. طب البروتوكول بيتكلم عن ايه؟ هنقوله بقى في عجاله كده، ان البروتوكول بيقول انك انت حضرتك لو محامي وبيتم قيد الدعوه في محكمه جزئيه بتدفع حضرتك 20 جنيه، في محكمه ابتدائيه بتبقى 40 جنيه، في المحكمه الاداريه العليا بتدفع 200 جنيه. والمبالغ دي كلها بتتجمع لدى قلم في المحكمه، وبعد كده هوت لما بنجمعها المحامي بياخد بيها خطاب صادر من المحكمه، وبعد كده لما بيعجم الاقرار بتاعه بينص عليه في بند الاعفاءات. طب هي توقفنا عند هذا الحد؟ لا، حضرتك خدمات مهنيه واستشاريه، اذا لو كان عندك استشاره مع مكتب المحامي يبقى ديت بتخضع لضريبه القيمه المضافه بسعر 10% كخدمات مهنيه واستشاريه. طيب جه ورد ليا سؤال، طب لو انا محامي تابع للمكتب، حضرتك لا مش ملزم بكده الا اذا انفصلت عن التبعيه بتاعتك وبتمارس عمل مستقل، اذا حضرتك هتخضع للضريبه بخدمات مهنيه واستشاريه في العمل المستقل ده ب 10%. طبعا استكمالا طبعا لكلام الزميل تامر طبعا اللي قاله في البروتوكول، طب حد هيسالنا يعني انتوا يعني انا بالنسبه كمحامي ومسجل في ضريبه القيمه المضافه كيف سيتم الاقرار عن الضريبه في الاقرار بتاعي؟ زي ما تامر قال انت عندك نوعين من الضريبه، عندك نوعين عفوا من الايراد، عندك ايراد الاتعاب القضايا، وزي ما تفضل تامر وقال هي تعتبر اعفاء سيتم الافصاح عنها في اقرارك الضريبي المقدم. وقلنا ساعتها انت لو عايز تستفيد بتعليمات 274 اللي صدرت من سيادة رئيس المصلحه تروح المأمورية التابع ليها وتقول لهم انا عايز موافقه من المأمورية او المركز الضريبي التابع لي ان انا ما اقدمش الاقرار الا في
حال تحيل ايراد. فانت لو حضرتك محامي على هذا الاساس، قياسا على هذا الاساس طبعا وطبقا للبروتوكول المبرم، عشان انا كراجل فاحص ابتدي يعني عاملك المعامله السليمه وطبقا للقانون، حضرتك جبت الموافقه، يبقى انت لو عملت اتعاب قضيتين في سنه يبقى انت هتعمل اقرارين بس، عملت اتعاب قضيه او عملت ايراد في ذات الشهر في فتره هتعمله، بقيه الفترات طالما مفيش ايراد مش هتقدم اقرار بس يكون معاك الموافقه. طب هعمل اقرار ازاي؟ هاجي اسالك في الفحص انت اقرارك عباره او ايرادك عباره عن ايه؟ هتقول لي اتعاب القضايا زي ما تامر قال، هتحطها اعفاء وده اسمه الافصاح الضريبي، انت بتفصح عن الضريبه التي سبق سدادها في المحكمه. طيب بالنسبه للاستشارات، حضرتك هتحط ايرادك للاستشارات في الاقرار سلع اللي هو الخدمات الخاضعه، وهيتحسب تلقائي طبعا على المنظومه 10% ضريبه. يبقى انا كده اقراري في الحاجتين، في الاعفاءات اللي هي اتعاب القضايا التي سدد عنها الضريبه مره واحده في المحكمه، واتعاب الاستشارات التي سددت عنها الضريبه 10% وقمت حضرتك بتحصيلها وتوريدها للمصلحه. مجموع الاثنين يطابق اقرار الدخل اللي حضرتك قدمته، يبقى كده تم الافصاح عن كامل الايراد. نتكلم برضو على جزء خاص بالمهن الحرة. طب افرض ان دلوقتي ان الفنان بيعمل عمل في المنطقة الحرة او سلعة مصدرة للخارج بمعنى، او اللي بيعمل عمل في الخارج، الموقف هنا والموقف هنا. لو انا بعمل عمل في المنطقة الحرة، يعني انا عندي مسلسل بيصور في مدينة الانتاج الاعلامي، طيب ايه الموقف؟ يبقى انا محتاج اجيب جواب من مدينة الانتاج الاعلامي بيوضح ان العمل ده تم في مدينة الانتاج الاعلامي وبالتالي هو خاضع للضريبة بسعر صفر، وده اللي احنا بنعتمد عليه عند الفحص ملفات الفنان. اما بالنسبه لو السلعه تم ادائها في الخارج، ف طبعا بالنسبه للسلعه يعني احنا يعني عايزين نؤكد لحضراتكم برضو ان المصلحه لا تالو جهدا في اتخاذ الطرق السليمه لمحاسبه الساده الممولين جميعا، وخاصه لان حضراتكم المهنيين عاده بيبقى عندهم بعض المشاكل في الانشطه بتاعتهم، او طبعا مش عندهم يعني اليه لاستخدام طبعا كل يعني المحاسب، او ان هم يبقى عندهم دفاتر وحسابات منتظمه تمام. ولكن في ضوء التحديثات والتطوير التكنولوجي اللي بيحصل طبعا لازم الكل يواكب الحدث. طبعا ما فيش حد فينا ما بيستخدمش الموبايل او ما بيستخدمش الكمبيوتر او اللابتوب. طبعا في بعض الناس لسه عندها يعني قله معلومات في هذا الاتجاه، ولكن تباعا الناس بتطور نفسها والمصلحه بتواكب هذا التطور. بالنسبه طبعا لاليه محاسبه الساده المهنيين في المأمورات المختلفه، بيتم المحاسبه طبعا بالنسبه للدخل طبعا حسب ان هو حسابات منتظمه او تقديري، وطبعا التقديري معروف ان هو قصته معروفه بالنسبه لان التكليف بتاعته على المصروفات 10% مقابل الايراد طبعا من الايراد. بالنسبه للقيمه المضافه احنا ضريبتنا اصلا ضريبه مستنديه، يعني انا كراجل في فحص القيمه المضافه برده ما عنديش حاجه اسمها تقديري تمام، ولكن يبد طبعا لازم بنشجع المجتمع الضريبي ككل والساده المهنيين بصفه خاصه ان هم يلتزموا بامساك يعني دفاتر او يعني حاجات مبسطه يتم حصر الايراد فيها ويتم حصر فيها طبعا التكلفه عشان يقدمها للدخل. انا اللي يعنيني طبعا في الفحص هو فحص الايراد المهني للشخص اللي هو المكلف عندي. بالنسبة للمشاكل طبعا اللي بتقابل الناس طبعا ان بعض القطاعات ما فيهاش انتظام في الفواتير الضريبية، ولكن المنظومة يعني بدأت تطبق منظومة الفواتير الإلكترونية حاليا، وكلكم متابعين طبعا وعارفين هذا الاتجاه. دلوقتي في مرحلة تالية سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وده هيبقى معني بيها كل المجتمع الضريبي طبعا ككل، ولكن المرحلة بتاخد مراحل، المصلحة بتاخد مراحل عشان تبتدي تطبق هذا النظام المميز. يعني عايزين نقول لحضراتكم ان المصلحه برضو يعني بتحاول بتشجع الجميع على الالتزام الطوعي، وبتشجع المجتمع الضريبي على ان هو يبقى فيه التزام من الناس، لان الضريبه دي يا فندم عايده على المجتمع ككل. يعني احنا مش موظفين الضرائب بناخد مرتباتنا من الدوله، موازنه العمل الدوله، ولكن حصيله الضرائب والجمارك طبعا وكل حصيله الموارد طبعا بتاعت الدوله بتروح الموازنه العامه للدوله، بيتم الصرف منها على الصحه والتعليم، وحضراتكم شايفين اللي بيحصل في البلد حاليا من نهضه بالنسبه لمشروع التامين الصحي وبالنسبه للتعليم، بالنسبه ان شاء الله التعليم طبعا يبقى افضل وافضل، بالنسبه لجميع قطاعات الحياه لان الطرق. فعايز اقول لحضراتكم طبعا
المصلحة في هذا الإطار بتعمل قوانين ضريبية وبتغلظ العقوبات. ليه؟ لأن احنا برضو من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا عدم انتظام بعض استاد الممولين. فالناس تيجي تسألنا ليه بتعملوا عقوبة 2 مليون جنيه ضريبة على عدم تقديم الإقرار أو التأخر في تقديم الإقرار؟ طب أقول لحضرتك حاجة، هو طبعا عندنا في قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 سنة 2020 عندنا المادة 69 والمادة 70. المادتين دول بيتكلموا على عقوبات التأخر في تقديم عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم الإقرار. يعني حضرتك دلوقتي زي ما تامر قال في بداية محاضرته، قال أن الضريبة بالنسبة للقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، حضرتك ما بتتحملش عبئها، ده انت بتحصلها من المستفيد اللي انت بتدي له خدمه وبعدين حضرتك بتوردها لي في المصلحه، والقانون الزمك بكده. يبقى حضرتك واجب عليك انما طالما حصلت هذه الضريبه ان تقوم بالاقرار عنها، وبالتالي انت اذا لم تقر عن هذه الضريبه في حينه طبقا للقانون فحضرتك كده بتضيع حقوق الخزانه العامه. دلوقتي حاجه مهمه جدا لازم حضرتك تعرف دور حضرتك ايه، دور حضرتك وانت حضرتك مسجل عندنا في مصلحه الضرايب. حضرتك دورك في ثلاث نقط، حضرتك هتحصل الضريبه وتقر بها وتسددها، ثلاث حاجات: تحصيل، اقرار، توريد الضريبه. بمعنى حضرتك دلوقتي فنان معانا بتتعامل مع شركه انتاج، فطالما بتتعامل مع شركه انتاج فحضرتك العقد بتاعك بمبلغ ما نقول 100,000 جنيه خاضع بسعر 10%، يبقى ال 100,000 جنيه ضريبتهم 10% حضرتك هيبقى العقد بتاعك ب 110,000 جنيه. بتكتب لي حضرتك الكلام ده في الإقرار بتاعك وتكون طبعا انت محصل 10,000 جنيه، حصلت ال 10,000 جنيه وكتبتها في الإقرار الضريبي وأقريت بيها في نهاية الشهر وبعد كده هتسدد ما تم الإقرار عنه. طيب أنا هقدم إمتى الإقرار؟ لازم برضو أعرف بالنسبة للسادة اللي ما تعاملوش مع ضريبة القيمة المضافة. حضرتك أنا دلوقتي في شهر مايو دلوقتي حضرتك، يبقى انت تقدم الاقرار بتاعك من اول شهر يونيو حتى نهايه شهر يونيو 30 يوم بالظبط. طيب لو ال 30 يوم خلصوا دخلنا في مرحله بعد كده دي ليها غرامات بالنسبه لحضرتك لو كنت اقرار صفري او لو كنت اقرار محمل بضريبه. الاقرار الصفري ليه غرامات هنتكلم فيها دلوقتي، ده على سبيل بس ايه المعرفه بالشيء. طبعا احنا كل المجتمع الضريبي بمشيئه الله ملتزم ضريبيا وبيقدم الاقرارات بتاعته منضبط ان شاء الله. بس طيب دلوقتي لو انا في بعض القصور برضو تامر يعني لازم نوضحه برضو طبعا اكيد يعني لو تامر طبعا نتوسم ان المجتمع تامر طبعا من المجتمع الضريبي كله ملتزم يعني، لان الناس كلها مقدرك حجم المجهود اللي مبذول في البلد، فبالتالي الناس كلها ان شاء الله ملتزمه ان شاء الله. ولكن وجب التنويه عن الغرامات اللي ممكن تكون مرتبطه بالاقرار. طيب لو انا عندي اقرار صفري هل ده ليه غرامه؟ يعني ايه اقرار صفري؟ حضرتك ما فيش ايراد وحضرتك لازم تقر عندي باقرار ان ما فيش ايراد هتقر بيه. طيب لما دلوقتي لو انا في ظل قانون القيمه المضافه غرامته قد ايه، وفي ظل بعد ما صدر قانون الاجراءات الضريبيه الموحد في اكتوبر 2020، لو انا في ظل قانون القيمه المضافه فهيكون الغرامه في الاقرار الصفري تلت الحد الاقصى من مبلغ ال 5000 جنيه. طيب لو انا دلوقتي دخلت في قانون الاجراءات الضريبيه الموحد الغرامه بتاعته كام؟ تلت الحد الاقصى من مبلغ ال 50,000 جنيه. طيب دلوقتي لو الكلام ده في ظل ايه؟ في ظل 60 يوم التاليين للمهله الممنوحه لحضرتك عشان تقدم الاقرار. طيب لو تعديت ال 60 يوم يعني اتعدى شهر يونيو بالكامل ودخلنا في يوليو واغسطس انتهوا ودخلنا في ال 61 يوم فما فوق، هيبقى الغرامه تلت الحد الاقصى من مبلغ ال 2 مليون جنيه. وطبعا ان شاء الله ما حدش يوصل للعقوبات ديت، العقوبات ديت بالنسبه لعدم الالتزام. طب حضرتك في دلوقتي تم تحريك دعوه جنائيه، لو تم تحريك دعوه جنائيه هيبقى الغرامه تلتين الحد الاقصى من كل اللي انا ذكرته سابقا. لو في ظل قانون ضريبه القيمه المضافه هيبقى الغرامه تلتين الحد الاقصى من مبلغ 5000 جنيه، ولو دخلنا في قانون الاجراءات اللي هو من اكتوبر 2020 هيبقى تلتين الحد الاقصى من مبلغ 50,000 جنيه، تعدينا لل 61 يوم فما فوق تلتين الحد الاقصى من مبلغ ال 2 مليون جنيه. طب في حاله الاقرار محمل بضريبه ده الغرامه بتاعته ايه؟ لو انا دخلت في ال 61 يوم في ال 60 يوم اللي هم التاليين للمهله بتاعتك هتبقى حضرتك بتتحمل بالضريبه زائد الضريبه الاضافيه، والضريبه الاضافيه تمثل 1.5% في الشهر زائد المستحقات الضريبيه. يعني ايه مستحقات ضريبيه؟ المستحقات الضريبيه تشمل الضريبه والضريبه الاضافيه. طيب دلوقتي لو حصل ان في تحريك في دعوه جنائيه ولم يتم الحكم فيها
هتبقى المستحقات الضريبيه هتتحول، هتبقى 150% من الضريبه زائد الضريبه الاضافيه. طب تم الحكم، هتبقى الضريبه 175% من الضريبه والضريبه الاضافيه. وبكده احنا لخصنا بشكل اجمالي الكل المرتبط بالقرارات ضريبه القيمه المضافه للمهنه الحره، واحنا في انتظار تساؤلاتكم للرد على كل الاستفسارات الخاصه بمحتوى الحلقه بتاعتنا. طبعا يعني طبعا استكمالا لتامر اللي قاله، طبعا احنا لما جينا الكلام اللي اتكلم فيه تامر ده كان في ضوء طبعا العقوبات، طبعا الماده 69 من قانون الاجراءات والماده 70 وتحديدا المصلحه لا تجبر احد على شيء. طبعا بالنسبه لاجراءات التصالح اللي قال عليها تامر في ضوء القانون، في ضوء الماده 75 من القانون وتعليمات السيد رئيس المصلحه تعليمات 45 طبعا موجوده طبعا، وتدرب حضراتكم تتابعوا الحاجات دي كلها في خلال الندوات اللي بتنظمها الوحده الاعلاميه اونلاين، برضو بتبقى البرزنتيشن موجود فيه موضح فيه هذه التعليمات وهذه المواد القانونيه. الجزئيه اللي انا عايز اكد عليها حضراتكم ان المصلحه لا تجبر احد على فعل شيء، يعني انا ما بقولكش ادفع الغرامه او تعالى تصالح معايا، لا، القانون واضح، الماده 69 قالت ان في غرامه زي ما استاذ تامر قال كده في حدود 60 يوم لو ما قدمتش الاقرار في غرامه من 3000 ل 50000 جنيه، ده قانون يا فندم حضرتك ملتزم بيه. الماده 70 لو تجاوز هذا ال 60 يوم طبعا بيبقى فيه غرامه بتقول حد الادنى 50 ل 2 مليون، طبعا المبلغ العقوبه ضخم، بس المشرع قصد بهذا المبلغ تحليلا يعني ان هو تم تعديله طبعا في قانون 11 لسنه 2020 بعد المصادر القانونيه والاجراءات في شهر 10، ان تحديدا ان الناس تلتزم. ما احنا يا باشا عايزين نلتزم كلنا، لو المجتمع الضريبي كله توقف عن تقديم اقرارات وتوقف عن توريد الضريبه اللي هي اصلا مش عيب عليك، ده انت حصلتها بس حضرتك حاططها في جيبك، لا يا فندم احنا عايزين جميع المجتمع الضريبي يلتزم. زي ما تامر قال برضو في قطاع كبير جدا ملتزمين، والمصلحه لا تالو جهدا على مساعده الناس عن طريق حضرتك المكاتب الاماميه موجوده في المراكز الضريبيه المدمجه وسيتم تعميم التجربه. حضرتك عندك مشكله بتتوجه المكاتب الاماميه حاليا في ضوء الاستخدام المنظومه المميكنه بتقدر تبص على صفحه الايتا، منظومه الايتا، والعنوان طبعا للناس كلها لو عملت سيرش على النت وكتبت ita.gov.eg هتخش على منظومه الاقرارات الضريبيه الجديده، والصفحه الجميله دي هتجد فيها ادله توضيحيه تقوم المصلحه بانها بتعملها موجوده في المنظومه. تقدر تنزل دليل عن التجاره الالكترونيه، عن المحتوى الالكتروني، عن رد الضريبه، تقدر تنزل القانون، تقدر تنزل اي حاجه تخص المصلحه، كمان تقدر تتواصل مع الخط الساخن للمصلحه، واخد بال حضرتك، وده موجود عن طريق الاتصال التليفوني او عن طريق الايميل. المصلحه لا تألو جهدا عن مساعده الممولين على الالتزام بالضريبه. تاني حاجه، الوحدات الوحده الاعلاميه المكتب رئيس المصلحه بتنظم بصفه اسبوعيه ندوات تثقيفيه في المجال الضريبي عبر الانترنت، حضرتك عن طريق رابط بتخش بتحضر الندوه وبتبتدي يتفاعل معاك الساده المحاضرين ويجابوا على جميع استفسارات. فبالنسبه لنا احنا يعني طبعا نتمنى ان تكون الحلقه دي الى حد ما افادت عن بعض الاشياء، وبرده لو حبينا نتكلم عن بعض الاسئله. في سؤال ورد الينا هنا، هو انا غير خاضع للتسجيل في القيمه المضافه، ووردت على صفحه مصلحه الضريبه المصريه، انا غير خاضع للتسجيل في القيمه المضافه ومطلوب مني التسجيل، اعمل ايه لو سمحت؟ حضرتك مطلوب منك التسجيل، حضرتك ما وضحتش طبعا حضرتك المهنه، لكن لو مطلوب حضرتك التسجيل هتتوجه الى ممكن تسجل على فكره اونلاين، وكمان حضرتك معاك البطاقه الضريبيه وهتسجل نفسك على المنظومه ان حضرتك عشان تسجل نفسك في القيمه المضافه وتبقى ملتزم معايا بعد كده اهوت بانك انت تقدم الاقرار. انا ما اعرفش حضرتك طبعا ما وضحتليش حضرتك منتج لسلعه او لخدمه، منتج لسلعه او لخدمه او ولا خدمات مهنيه واستشاريه بالنسبه للفنانين اللي هم بيقدموا اقرار او اقرارين حسب تحقق الايراد، بس حضرتك ملزم معايا بتقديم اقرار ضريبي شهري في على موقع المصلحه اونلاين. واستكمالا للاجابه تامر طبعا اللي هي تعتبر شفافيه طبعا كويسه جدا، احب اوضح حاجه يعني عشان دايما بنتسال السؤال ده في سواء في الساده الممولين او عن طريق الندوات، هو انا خاضع ولا لا؟ هو انا خاضع للضريبه، طب خاضع بأني فئه؟ او انا معفي ليه؟ يعني الاجابه باختصار، بصوا حضراتكم قانون 67 لسنه 2016 قانون واضح جدا
لما حد من الزملاء حتى بيسالني او حد من الساده الممولين او حد من الحضور عادي في اي مكان بيسالنا بحكم انتمائي طبعا لمصلحه الضرايب بجاوب وبقول ان القانون واضح. لما بتيجي تدور على انا خاضع ولا لا والشروط والقصه بتبص على قانون من ورا، بص على قائمه الاعفاءات واعرف هذه القائمه، لو انت نشاطك في القائمه دي وقاصر عليه فانت معفي من ضريبه القيمه المضافه، والامثله كثيره طبعا. والمصلحه طبعا بتنشر هذه الكتيبات وموجوده. وعلى سبيل المثال طبعا وليس الحصر طبعا، لو جينا قلنا ان من ضمن الاعفاءات اللي وارده في القانون 67 اللي هي الحاجات الاساسيه اللي هي المرتبطه بالغذاء طبعا زي المنتجات الارض واللحوم والبيض طبعا، عدد البيض المبستر، ناس كتير بتسال على البيض المبستر على فكره، والبيض المبستر ده نوع من التصنيع برضو خاص باغذيه الرياضيين، معلومه كده بنقولها لحضراتكم. ولكن الاعفاءات وردت على سبيل الحصر وواضح فيها، بصينا على الاعفاءات ما لقيتش النشاط بتاعي في الاعفاءات، ابتدي اشوف موجود في الجدول اولا الخاص بالخدمات والسلع ولا في الجدول ثانيا؟ حد يسالني ايه هو الجدول ثانيا؟ هقول لحضرتك احنا لما اتكلمنا عن المهن الحره اتكلمنا عن الجدول اولا ده ومحدد فيه الخدمات المهنيه والاستشاريه تحديدا. هو بس القانون خاص بالخدمات المهنيه؟ لا يا فندم، القانون فيه حاجات كثيره طبعا موجوده في الجدول ثانيا. طب انا لقيت نشاطي مش في الجدول ثانيا، واخد بال حضرتك؟ فابتدي اشوف جدول اولا، ما لقيتوش في الجدول اولا يبقى انا خاضع للسعر العام طالما مش موجود في الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليها. ورد سؤال على صفحه مصلحه الضرائب المصريه خاص بي الدي جي، هل يسجل قيمه مضافه ام لا؟ طبعا الدي جي حضرتك شعبه من الشعب في نقابه المهن الموسيقيه، فعلا حضرتك تسجل نفسك في ضريبه القيمه المضافه وتبقى ملزم بتقديم الاقرار، وحضرتك هتقدم الاقرار في الشهر اللي بيتحقق فيه الايراد. في سؤال تاني استاذ محمد هيجاوبنا عليه، في حاله الشراء من مورد غير مسجل قيمه مضافه لعدم بلوغه حد التسجيل، هل ادفع له ضريبه على فاتوره الشراء؟ وما هو ضمان توريد المورد للضريبه؟ طبعا السؤال تحديدا بيقول لك انا اشتريت من مورد، حضرتك المصلحه عندها اليات انها عملت ابلكيشن، هذا الابلكيشن موجود ونقدر ننشره في رابط على التعليقات الخاصه بالندوه، ان الابلكيشن ده حضرتك بتقدر تدوس عليه رقم التسجيل الضريبي ايا كان في مصر، في جمهوريه مصر العربيه بما فيها الجهات السياديه والجهات الحكوميه وكل من هو كائن يتعامل في هذه الدوله حتى الجمعيات الاهليه وكله له رقم تسجيل ضريبي، وبالتالي هناك اشخاص خاضعين لضريبه القيمه المضافه او شركات او مؤسسات او هيئات خاضعه لضريبه القيمه المضافه، وهناك ممولين غير خاضعين لضريبه القيمه المضافه اعتبارا للقانون. طبعا حضرتك لو الراجل جاب لك الفاتوره وقال لك انا هحط عليها ضريبه القيمه المضافه، تامن نفسك وتضرب رقم التسجيل ده على الابلكيشن اللي احنا هننشره ان شاء الله تباعا بعد انتهاء هذه الحلقه، وتقدر تعرف ان الراجل ده مسجل في القيمه المضافه ولا لا، ده اول احتمال. لو ما لقيتوش مسجل يبقى حضرتك اسف ترجع له الفاتوره. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا المصلحه دلوقتي عشان هذه المشاكل اللي ظهرت وهي وجود فواتير من شركات وهميه غير مدرجه او شركات وهميه لها ملفات ضريبيه ولكنها لا تعمل على ارض الواقع، ظاهره بيع الفواتير طبعا اللي فيه ناس كثيره جدا تاذت منها والناس اديرت بالفعل من هذه الظاهره. احنا بناكد مره ثانيه المصلحه لن تألو جهدا عن مساعده الممولين في ان هم ياخدوا حقوقهم، ولكن ستضرب بيد من حديد على التهرب الضريبي، لان انت بتضيعني كبلد، مش بتضيع المصلحه على فكره، انت بتخل بنظام المجتمع كله، الامن والامن المجتمع، لما انت تقتنص حصيله الدوله والخزانه العامه للدوله انت كده بتاثر على الدوله مش عليا انا كمصلحه، وبالتالي المصلحه دورها المنوط بيه وموجود في القانون على فكره ان انا اكافح التهرب الضريبي. واحدى صور مكافحه التهرب الضريبي طبعا منظومه الفاتوره الالكترونيه ان شاء الله، وبعديها الايصال الالكتروني اللي تتمنى ان تكتمل هذه المنظومه. وبرضو لو حبينا نشوف مجموعة من الأسئلة أخرى، في سؤال ورد بيقول أنا مكتب محاسبة بعاني من أن الشركة الملزمة بالفاتورة الإلكترونية ما زالت لا تعطينا الفاتورة الإلكترونية. طبعا دي مشكلة طبعا يا تامر، يعني عايز أقول لكم أن دي مشكلة بتقابلنا في قطاع الخدمات المهنية. أنا أقول لحضراتكم الفواتير الإلكترونية يعني نقدر نقول إن هي حتى الآن لم يتم ربطها بالإقرارات في لحظيا يعني، ولكن طبعا تباعا سيتم ربط وما كانت كل الإجراءات الضريبية، وهذا التطور المصلحة شغالة فيه. طيب دلوقتي في الوضع الحالي حضرتك الأساس بالنسبة للخدمة المهنية هو محاسب يا تامر صح؟ بالنسبة للخدمة المهنية الأساس بتاعي هو الأساس النقدي. أنا خدت الفلوس هقر عن الضريبة.
حضرتك حصلت الفلوس تقر عن الضريبه. طيب اللي بتقابلك مشكله اللي انت حضرتك بتقولها وبتقابل قطاع المهنيين عامه وقطاع المقاولات تحديدا برضو زمايل لينا بنتكلم في الموضوع ده، انك انت بتقوم باصدار الفاتوره الالكترونيه، وعند اصدار الفاتوره الالكترونيه اصبحت كده الفاتوره خلاص راحت عند مصلحه الضرائب وانت ما خدتش الفلوس، هتعمل ايه حضرتك؟ تمام. طبعا بنجاوب الناس بنقول لهم مفروض حضرتك بالنسبه كمهني السيد المحاسب اللي بيسال ان حضرتك وانت بتطلع بتاخد فلوسك بتتسلموا الفاتوره حضرتك. الفاتوره هي مستند الحصول على الايراد. هو بيقول لك لا ده انا باخد الفاتوره وبعد شهر 2 3 عشان اعمل اجراءاتي وبالتالي انا باخر لك الفلوس وباخدها بعد شهرين. تمام. طبعا احنا بنقول يعني الحاجات دي بيتم مراعاتها طبعا لحين اكتمال المنظومه تماما، لان هو اذا كان بيتاخر عليك دلوقتي وما بيديكش الفلوس هو غصب عنه ومش غصب عنه برضه، في ضوء القانون سيتم الالتزام بتوريد الفلوس الايراد لحظيا في ساعتها، لان الميكنه والشمول المالي طبعا ان يتم توريد المبالغ المحصله عن الفواتير الالكترونيه لحظيا ان شاء الله. في سؤال ورد برضو بخصوص التكليف العكسي. التكليف العكسي هو احد اساليب المحاسبه لتحديد الوعاء الضريبي لما بيكون العمليه بين مقيم وغير مقيم. بس ده بالنسبه للسؤال بتاع التكليف طبعا العكسي. التكليف العكسي برضو نوضح لحضراتكم ان في ذكر التكليف العكسي في القانون 67 لسنه 2016، كان في الماده 17 والماده 35 وليه اليه لتطبيقه. طبعا هو يعني ده عايز له محاضره او حلقه نتكلم فيها ان شاء الله عن التكليف العكسي، او ممكن حضراتكم تبقى توصيه للوحده الاعلاميه يتم اعداد محاضرات او ندوات تثقيفيه عن هذه الموضوعات اللي احنا عايزينكم يعني تكثروا من الاسئله، لان هي افاده لينا قبل ما تكون افاده لحضراتكم، لان احنا دورنا نوعيكم ونقول لكم اي كل ما يدور في بالكم احنا ان شاء الله جاهزين للرد عليه. وبعد اذنك كمان برضو في القانون 3 طبعا حصل تعديل في مواد التكليف العكسي، وفي انتظار اللائحه التنفيذيه طبعا عشان نقدر نشرحه باستفاضه اكثر. في تعليق من استاذ محمد سليمان بيقول معنى كده اني ما اشتريش من مورد غير مسجل قيمه مضافه. استاذ محمد طبعا انت حضرتك عشان تخصم الضريبه لازم تشتري من مورد مسجل عندي في ضريبه القيمه المضافه. هو مش شرط طبعا، يعني هو احنا كده يعني عفوا يعني هو احنا ما اجبرناش الساده الممولين والناس الملتزمه ضريبيا بتوريد الضريبه طبعا اللي هم غير خاضعين لضريبه القيمه المضافه او غير المكلفين بالتسجيل، يعني ما بلغش حد التسجيل 500,000، واحد راجل فاتح مكان وايراداته مثلا في السنه 400,000، طب ما هو مش مكلف، هوقف له شغله واقول لك لا ما تشتريش منه عشان من غير ضريبه، لا يا فندم اشتري منه، واخد بال حضرتك، اشتري منه وتاكد من صحه الفاتوره اللي انت بتاخدها. طيب المجتمع الضريبي بصدد تعميم الفواتير الالكترونيه، يعني هو بتاع الكشك ده هيبقى عنده فاتوره الكترونيه؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان بتاع الكشك عنده فاتوره الكترونيه، بس اقدر اقول لحضرتك ان المصلحه عملت حزمه من القوانين والقرارات زي قانون 152 المشروعات الصغيره بدات تدخل فيه الاقتصاد السري، او الناس اللي هي خايفه تتسجل في الضرائب عشان خايفه تتحاسب والناس يبقى فيه تقدير جزافي وفي قصص كده، طبعا يعني بعض الناس وموروث ثقافي قديم، ولكن المصلحه بتغير ده، المصلحه دلوقتي بتؤكد ان هي بتسعى لصهر الجميع في مجتمع ضريبي يلتزم ضريبيا، يسدد الضريبه في ميعادها، ده كله عشان البلد تنهض، لان موارد الدوله الرئيسيه من ضمنها حصيله الضرائب والجمارك. اشتري يا فندم منه، لان الراجل ده طالما هو سليم ومعاه فاتوره ضريبيه ورقيه ولسه ما تسجلش فاتوره الكترونيه اشتري منه ونفعه وخليه يشتغل. انما انت بقول لك انا قلت لك قبل كده لو عندك الابلكيشن هو بقى عايز يضحك عليك ويحط لك ضريبه قيمه مضافه وانت بتقول له فين رقم التسجيل وتكشف الابلكيشن عليه وتلاقيه مش مسجل، ارجع له حضرتك وحط الفاتوره عفوا، يعني قول له لا في عينيه لا، قول له انت كده حضرتك بتتهرب من حق الدوله. ونصيحه دايما بنقولها لحضرتك، عايز تحفظ حقك راح تشتري موبايل اشتري فاتوره ضريبيه يا فندم، عايز تشتري شاشة عشان ما تضربش منك وتبوظ اشتريها بفاتورة ضريبية يا فندم. ده الهدف، ده مستند القيد الأولي والمهم جدا في الشراء والبيع. في سؤال، ايه هي المستندات المطلوبة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ صورة بطاقة حضرتك الشخصية، صورة البطاقة الضريبية، وصورة عقد الشركة والسجل التجاري. طبعا صح الكلام زي ما تامر قال، ده الكلام ده موجود فعلا، بس في حاجة برضو نوضحها عشان الناس اللي هي ممكن تبقى مسجلة في المأموريات المدمجة. طبعا انت هتقول لي ازاي انا مسجل وانا معرفش؟ ارجع افكرك باللي انا قلته في بداية الحلقة،
ان عندي الماده 25 من قانون الاجراءات كانت واضحه وقالت لو كنت بلغت حد التسجيل وما تقدمتش للتسجيل في ظرف 30 يوم الماموريه هتسجلك وهتبقى مخاطب بتنفيذ القانون من اليوم اللي انت سجلت فيه الماموريه. ولو انت مهني او مؤدي خدمه او سلعه جدول اولا او جدول ثانيا يبقى انت برضو من اول جنيه انت مخاطب ايه تسجل، يعني برضو تتقدم خلال 30 يوم. هتقول انا ما اعرفش يا راجل، ده انت الموبايل معاك 24 ساعه والنت فاتحه 24 ساعه تقدر تعرف جميع اخبار المصلحه، وعندك موقع مصلحه الضرائب المصريه اللي احنا بنتشرف ان احنا بنشوف حضراتكم من خلاله، عندك برضو موقع الاقرارات الضريبيه المميكانه برضو اللي فيه قلنا عليه اللي هو الاولاني الاي سيرفيس انكم دوت تاكس، والموقع الجديد المحدث الجميل جدا اللي انت لو دخلته هتعرف مزيد من المعلومات وهتنزل ادله بي دي اف وتقدر تقراها. لو قريت الادله ومعلومه وقفت قدامك عندك الندوات، عندك الاسئله المباشره عن طريق الحلقات بتاعه مسؤول على الهواء، هتلاقينا واقفين وبنرد لايف حضرتك، احنا يعني خدمتك، احنا المستشار الضريبي بتاعك. ورد الينا سؤال هنجاوب عليه انا ومحمد دلوقتي، بيقول السؤال ايه؟ استاذن حضرتك، لو منشاه فرديه مقاولات عامه ولا يوجد ايرادات، هل ملزم بالتسجيل في القيمه المضافه في هذه الحاله؟ وما الضرر من عدم التسجيل؟ وفي حال التسجيل الممول دون علمه من قبل الماموريه، ما الحل في السنوات السابقه وهو لا يعلم انه تم تسجيله؟ حضرتك طبعا لازم تتسجل طبعا. وبالنسبه لنشاط المقاولات استاذ محمد هيشرح لحضرتك انت مطالب بيه. تمام، طبعا يعني برضو نحب دايما واحنا بنتكلم في الحلقه بتاعتنا نكون واضحين مع الناس. ما تفرحش ان انت حطيت في السجل التجاري نشاط المقاولات وانت ما مارستش نشاط المقاولات. ما تفرحش انك حطيت 90 نشاط وانت ما مارستش الا نشاط واحد. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى نعمل سجل تجاري نحط فيه 20 نشاط او 15 نشاط وانت بقى ايه اسمك صاحب شركه. لا يا فندم، لابد ان يكون عندك مصداقيه امام نفسك قبل ما تكون المصداقيه امام مصلحه الضرائب المصريه. حضرتك لازم تعرف انت هتعمل ايه وهتمارس ايه وايه هي التزاماتك وايه هي حقوقك. فانت دلوقتي لو انت صاحب شركه مقاولات فوق دماغنا يا فندم من فوق. طبعا لو انت زي طبقا للقانون 67 خدمه المقاوله وردت فيه خدمات وسلع الجدول اولا قضى بفئه 5% مع عدم اعمال قواعد الخصم الضريبي، وبرضه ليها محاضره ممكن تعملها محاضره. ولكن باختصار وبعجله سريعه بالنسبه للمقاولات، نشاط المقاولات تحديدا ورد هذا النشاط في لو حبينا نقرا فيه يبقى هنرجع للماده ال 76 من اللائحه التنفيذيه للقانون 67 وتوضح على سبيل برضه الامثله ما هو المقصود بالانشطه الخاضعه في نشاط المقاولات. وباختصار المقاوله هي عمليه توريد وتركيب. ما تجيش تقول لي مثلا يعني طب ما هو المقصود بالتوريد والتركيب؟ اعمال المقاوله عاده واضحه من اسمها. لما واحد بيروح يبني عماره ده مقاول، بس واحد راح يركب بارتيشنات بتاعت مكاتب وراح جايب مكاتب وجايب مكاتب ووحدات وعايز يركبها يقول لي انا عملت مقاوله توريد وتركيب؟ لا يا فندم، دي مش مقاوله. المقاولات قصد بيها اللي هي اعمال التوريد والتركيب ذات الطبيعه المستمره بما فيها اعمال الانشاءات، واخد بال حضراتكم، اللي بتشمل اعمال حفر واعمال كهروميكانيكيه واعمال كهربائيه واعمال دهانات واعمال باب وشباك و و و و. طيب باختصار برضو مش عايزين نطيل على صاحب السؤال، حضرتك تروح للمأموريه التابع ليها طبعا وتشوف انت زي ما قلت حضرتك تكشف، ممكن تكشف على رقم التسجيل هتعرف انت مسجل، وبالتالي تذهب لرقم المأموريه التابع ليها وتشوف الاقرارات اللي ما اتقدمتش طبعا هيتم معالجتها في ضوء القانون 67 زي ما تامر قال في موضوع المخالفات. طبعا السيد الزميل في القضايا طبعا هيعمل معاك محضر فيتم في هذا المحضر ان انت بتحدد الغرامات طبعا وبيواجهك بالغرامات طبقا للقانون وبيعرض عليك التصالح طبعا وعدم تعليق الدعوه وانت بتختار. تمام، ويفضل حضرتك طبعا ان انت تذهب لعدم تراكم ايه الخطر عليك. في سؤال عن خاص بالتسجيل، مطلوب مني التسجيل اعمل ايه؟ السؤال ده على فكره انا عايز اوضح حاجه مهمه جدا. حضرتك بتستفاد من التسجيل، ده مش ضرر. التسجيل لما حضرتك بتسجل بتقدر تخصم الضريبه اللي سابق دفعها على المدخلات بتاعتك. طب لو حضرتك بتصدر، حضرتك التصدير وده شرحناه في محتوى الحلقه ان التصدير كده كده حضرتك بتبقى الضريبه خاضعه بسعر صفر وتستطيع ان تسترد ما تم سداده على المدخلات بتاعت حضرتك في السلع المصدره للخارج. اذا التسجيل مش ضرر يا فندم، ده التسجيل ده حاجه مفيده. في سؤال تاني بعد اذنك يا تامر، بالنسبه للتسجيل بالنسبه للتصدير برضو عشان بعض الناس بتفاجئ اللي هم المصدرين والمستوردين ان هم مسجلين بحكم القانون، ده نص القانون. طب واحد بيقول لي انا بصدر عنب
والعنب معفي، هتسجل ليه؟ بصدره. فانا بقول لحضرتك مصداقا لكلام تامر لما قال لك انت اصلا لما بتتسجل لا ضرر عليك، هي مصلحه الجمارك طبعا الزمت المقيد في سجل المصدرين والمستوردين بالتسجيل طبعا، سواء كان اي كانت طبيعه السلعه المصدره. السلعه المصدره المعفيه اللي حضرتك بتصدرها دي، حضرتك لما تيجي تصدرها اصبحت خاضعه بسعر صفر مش معفيه، وبالتالي من حقك تخصم مدخلاتك الضريبيه كراتين العنب اللي انت جبتها عشان تحط فيها العنب، وانت بتجيبها من المورد المحلي عشان تنفعه حضرتك واشتريت عليها ضريبه وعايز تخصمها، هتخصمها وهتردها، عفوا هتردها طبعا وفقا لاجراءات الرد. وبنوه برضو ان في دليل لرد الضريبه موجود على الموقع اللي احنا هننشره للتعليقات، هننشر الموقع اللي هو الايتا بتاع المصلحه، الموقع الجديد اللي فيه الادله التوضيحيه اللي انت حضرتك هتنزلها على اللاب بتاعك، فيها بي دي اف وهتبتدي تقراها. قابلتك فيها بعض الصعوبات في الفهم، عندك الندوات برضو ممكن تبقى موجوده في موقع المصلحه اللي حضراتكم شايفينه، تقدر تخش عليها، تقدر تتفاعل مع الساده المحاضرين وهم اساتذه لينا في جميع النواحي الانشطه زي منظومه الفواتير، الايصالات، التجاره الالكترونيه، المهن الحره، تمام، وكافه الانشطه. في سؤال بيقول استاذن حضرتك لو منشاه فرديه مقاولات عامه ولا يوجد ايراد، هل ملزم بالتسجيل في القيمه المضافه؟ حضرتك ملزم بالتسجيل عندي طبعا، لانك انت مالكش حجم تعاملات، مش زي منتج السلعه، منتج السلعه لازم يوصل لحجم التعاملات 500,000 جنيه، لكن حضرتك مقاول، دي خدمات مرتبطه بخدمات الجدول. تمام، وهرجع برضه اقول يا تامر ان في ناس عندها مشكله يا جماعه، يعني انت لازم وانت بتفتح النشاط الضريبي يا فندم لازم تتاكد تماما انت عايز تحدد تعمل ايه، يا فرحتي اكتب في البطاقه ان انا صاحب شركه، لا لازم يا فندم تعرف انك بمجرد فتح الملف الضريبي اصبحت هناك التزامات ضريبيه عليك، واصبح لك حقوق وواجبات، وعليك استيداء حق الخزانه العامه للدوله، وبالتالي اذا تجاهلت فتحت الملف الضريبي وتجاهلت باقي الاجراءات فانت ستتعرض لعقوبات القانون، وما تجيش حضرتك بعد كده تزعل، لان انت لازم تكون ملم بهذه القوانين التي تنظم عملك التجاري او المهني. وبالتالي احنا كده ردينا على اغلب الاسئله اللي موجوده على الموقع بتاع مصلحه الضرائب المصريه، واحنا في انتظار برضو اي اسئله ترد الينا من خلال الموقع، وتحت امركم في اي استفسارات واي توضيحات. طبعا نتمنى التفاعل طبعا معانا، احنا يعني احنا سعداء بظهورنا لاول مره على صفحه موقع مصلحه الضرائب المصريه، وسعداء بالتفاعل اللي تم معانا. زي ما بقول لحضراتكم طبعا عايزين مزيد من المتابعه، لان احنا بنؤكد نحن مستشارك الضريب، نعمل من اجل هذا الوطن ولوجه الله تعالى، تمام، يعني احنا بنسعى دائما ان احنا نرشد الناس للصح. انا وظيفتي ان لست جابي ضرائب يا فندم، انا مش جابي ضرائب، انا راجل اتعينت في المصلحه عشان اادي واجبي ان انا ابتدي انفذ القانون واطبقه، وبالتالي نبدا البلد عجله البلد تدور بالنسبه للضرائب. الضرائب في كل مجتمعات الدول هي امن قومي، الضرائب حضراتكم التهرب منها في منتهى الخطوره. طبعا احنا لا نفترض السوء في الناس، ولكن من ضمن الظواهر اللي بتقابلنا وبعض الاسئله اللي بنتسالها ان بنفاجئ ان في اعلانات في السوشيال ميديا عن بيع فواتير. واحد بيقول لك انا هبيع لك فواتير ورقيه مقابل نسبه. حضرتك انت اللي هتضار. يعني هو باشا كده كسب هو وباع لك، وانت اللي حضرتك خدت الفاتوره عشان تتم تخصيمها، وبعدين هتفاجئ انه صدر قرار للسيد وزير الماليه بعدم الاعتداد بخصم الفواتير الورقيه اعتبارا من اعتقد يونيو 2021، خلاص احنا قربنا او يوليو، اعتقد طبعا القرار مش موجود معايا، ولكن انا بحذر الجميع بالنسبه لظاهره الفواتير اللي هي الوهميه، الناس اللي هي عامله ملفات ضريبيه وما بتمارسش نشاط وبتبيع ورق زي ما بنقول، ان شاء الله المصلحه بصدد السيطره عليها. برضو ساعات بنتسال عن التجاره الالكترونيه، وساعات بنتسال عن المحتوى البلوجر واليوتيوبر والكلام ده، اللي طبعا في اساتذه لينا يقومون بالمحاضرات في هذه الحلقات، وبرضو اعتقد هيبقى في محاضرات مسؤوله عن هوا في هذا الخصوص. بعجاله سريعه برضو لحين عروض بعض الاسئله، التجاره الالكترونيه مش غريبه. ده انا عايز اقول لكم ان في جائحه كورونا اللي حصلت دي تقارير الجهات الحكوميه تؤكد ان التجاره الالكترونيه بلغ حجم مبيعاتها خلال 2020 400 مليار جنيه، بما يمثل 30% من حجم التجاره في مصر. مبلغ رهيب جدا. فبالتالي المصلحه ارتأت انها تقوم بتسجيل كل من له نشاط تجاره الكترونيه سواء بيقدم خدمه او بيبيع سلعه. في تعليق، يا ريت يطلع تعليمات خاصه بالمهن الحره زي تعليمات الصيادله
بحيث جذب اصحاب المهن الحره للتسجيل بدون غرامات. يا فندم، مصلحة الضرائب المصرية بتتعاون مع كل قطاعات المجتمع الضريبي، بنتعاون مع المهن الحرة في نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن الموسيقية، محامين، غرفة صناعة السينما، المحامين. مصلحة الضرائب المصرية بتمد ايديها للمجتمع الضريبي كله، احنا بنمد ايدينا للمجتمع الضريبي بشرح حتى القانون، بشرح ان انا ازاي حضرتك عايز تقدم الاقرار بنفسك من غير ما تلجأ لمحاسب. احنا بنتواصل معاكم جميعا، وحدة الاعلام برضو المصلحة من حقك تلجأ لمحاسب برضو عشان من حقك. ايوه بس انا بوفر عليك وبقول لك ان الموضوع بسيط وسهل، حضرتك ممكن تبعت الاقرار وانت على موبايلك، حضرتك ممكن تبعت الاقرار من على اللابتوب. وحدة الاعلام بالمصلحة بتوفر خدمات رهيبة جدا بشرح كل التفاصيل الخاصة بالاقرارات، في شرح كل التفاصيل الخاصة بالبروتوكولات اللي بتعقدها المصلحة مع المهنيين. فاحنا مش بنتاخر ابدا عن اي قطاع من قطاعات المجتمع الضريبي. وهو مجرد يعني مجرد حضرتك لما طرحت هذا المقترح على صفحه مصلحه الضرائب، حضرتك هذه الصفحه يتم متابعتها من السيد رئيس المصلحه ومن السيد نائب رئيس المصلحه والسيد طبعا رئيس قطاع المناطق طبعا والمنافذ، ودول القاده بتوعنا اللي بيقدروا يدللوا المصاعب طبعا وبيقدروا يحل جميع المشاكل. فحضرتك اقتراحك ده برضو سينال عناية المصلحة تحديدا يعني. احنا مستنيين اي اسئلة. انا الاسئلة اللي بتظهر قدامي الاسئلة اللي بتظهر قدامي على الصفحة بحاول ارد عليها، لان في اسئلة بتعدينا، بس ايه الاسئلة اللي قدامي انا بجاوبها. احب اقول لكم ان احنا معاكم دايما، بنمد ايد التعاون للمجتمع الضريبي ان احنا نتعاون. حضرتك وضح لنا انت حضرتك بتتكلم على اي قطاع مثلا، لو انت حضرتك في حاجة بتحتاج لتوضيح احنا جاهزين وموجودين معاكم، ممكن نعقد لكم حلقات تانية من برنامج مسؤول على الهواء بتوضح النقطة اللي انت حضرتك بتسأل عليها. بس حضرتك قلت لي انا عايز التعاملات مع المهن الحرة وبروتوكولات زي بروتوكولات السيد. حضرتك ما وضحتليش حضرتك بتتكلم على انهي قطاع، وضح لي حضرتك انت بتتكلم على انهي قطاع وانا اقدر ارد عليك. يعني انا اعتقد يا تامر هو بيتكلم عن الشأن الاعظم اللي هو بيهم كل من لم يتقدم للتسجيل من المهنيين، ودي مشكلة هتقابلنا فعلا، ولازم نكون واقعيين مع حضراتكم ان في قطاع كبير جدا من السادة المهنيين لظروف او لعدم يعني عدم علم او لنصيحة خاطئة لم يتقدم للتسجيل طبقا للقانون. المصلحة حاليا بصدد تطبيق علامات 25 وتقوم بتسجيل جميع من تجاوز حد التسجيل ولم يتقدم التسجيل خلال 30 يوم، وجميع المهنيين بصرف النظر عن ايه بلوغ حد التسجيل. وتفاجأ ان عفوا يعني ان المشكلة قد حدثت، فماذا تفعل؟ دعنا نقول ان نحن مأمورات الضرائب جميعا ملتزمة بتطبيق النص القانوني، ولا يمكن تجاهل هذا النص او العقوبات بدون ان يكون هناك تعديل او تشريع يسمح بما السيد قال عليه في المهنيين ان يكون في تجاوز عن هذه الغرامات المتعلقه بعدم تقديم الاقرارات في الفترات السابقه للتسجيل اللي حضرتك ما سجلتش. طيب نحلها ازاي؟ حضراتكم طبعا زي ما تامر قال عندنا في بروتوكولات النقابه النقابات المهنيه عندنا يعني نوافذ متعدده لطرح هذه المشكلات. زي ما حضرتك افدت برضو بهذا الطرح، الوحده الاعلاميه بتقوم بتلخيص هذه التعليقات وتقوم بعرضها برضو لتنفيذ منها. في سؤال ورد، انا بس مش عاجبني اللايكات، مفيش لايكات طبعا، انا كان نفسي اللايكات تبقى اكتر من كده. احنا يعني طبعا سعداء ان احنا بنظهر على نافذه الوحده الاعلاميه لمصلحه الضرائب المصريه. في سؤال، هل يقبل تقدير الممول لنفسه من خلال الإقرار الشهري أم يتم الاعتداد بتقرير مأمور الضرائب؟ وعلى أي أساس يتم عمل تقرير مأمور الضرائب؟ هل يوجد إعفاء ضريبي للسنة الأولى؟ طيب بص حضرتك، هو بيتكلم عن قيمة مضافة ولا الدخل تحديدا يعني؟ هو ما وضحش. بس هو بيتكلم عن قيمة مضافة أعتقد. فلو افترضنا إنك حضرتك بتتكلم عن القيمة المضافة، هل يقبل تقدير الممول لنفسه من خلال الإقرار الشهري؟ يا فندم حضرتك قدم الاقرار الشهري، وان شاء الله لما انا اجي افحص الاقرار الشهري اللي حضرتك قدمته وبفحص العقود بتاعه حضرتك، ساعتها هنعرف هل الاقرار اللي حضرتك قدمته كان صح ام خطا. وعلى فكره مش بقول ان حضرتك بتخفي عني جزء من الايراد، لا، انا ممكن يكون في حاجه سهو او خطا، او حضرتك اقريت بالايراد اللي وارد عندك بالظبط،
وهل يوجد اعفاء ضريبي للسنه الاولى؟ حضرتك برضو انا نفسي توضح لي برضو حضرتك خاص بتتكلم على ضريبه الدخل ولا القيمه المضافه. هو بالنسبه للدخل بالنسبه للمهنيين طبعا في اعفاء اللي هو الثلاث سنوات او بلوغ حد التسجيل 50,000، ده الزملاء في الدخل طبعا عارفين يعني اساتذه في الموضوع ده طبعا يقدروا يوضحوه بصفه اكتر. انما بالنسبه للقيمه المضافه لا اعفاء الا بنص. يعني انت عندك في القانون القيمه المضافه قلنا حضرتك قانون 67 لما تحب تعرف انت معفي ولا لا او نشاطك اللي انت بتمارسه معفي ولا لا بتبص على قائمه الاعفاءات، وجدت النشاط ده مش موجود بتنتقل الى الجدول اولا، بتشوفه مش موجود تشوفه في الجدول ثانيا، ما لقيتوش في الاثنين يبقى اعرف ان انت خاضع. واخد بال حضراتكم؟ في اسئله ثانيه يا استاذ تامر؟ انا بدور على الاسئله لان انا طبعا للاسف هي الصفحه في اسئله بتمر سريعا. في ايه تاني اسئله؟ طيب السؤال، في سؤال مدى خضوع ايجار الوحدات السكنيه والوحدات السكنيه طبقا للقانون 67. جميل جميل هذا السؤال. طبعا الجدل الدائر يا فندم، بصوا انا هجاوب حضراتكم بشفافيه مطلقه طبعا. باختصار برضو القانون 67 لسنة 2016 وتحديدا في توصيف المحال التجارية كما جاء بالمادة 78 من اللائحة التنفيذية البند 28 أنه المعفي طبعا هي الوحدات السكنية التي يهيئها مالكها للسكن أو وحدات غير السكنية التي يهيئها المالك لنشاط صناعي أو تجاري أو خدمي فيما عدا المحال التجارية اللي هي طبقا للقانون 11 لسنة 1940 والمنشآت الفندقية والمنشآت التي يحكمها قوانين خاصة. الكلام الكبير ده معناه إيه؟ الكلام الكبير ده أنه صدرت تعليمات 23 سنة 2017 أوضحت أن الإيجار الذي ينطبق عليه السمة التجارية والاتصال بالجمهور هو خاضع لضريبة القيمة المضافة. أنا تحديدا بتكلم على تعليمات 23 سنة 2017 اللي قالت أن الإيجار خاضع بفئة السعر العام اللي هي في أماكن محددة في المولات التجارية وفي النوادي وبرضو أماكن محددة. تمام، هذا القرار بشفافية مطلقة أثار كثير من الجدل، واخد بال حضراتكم، وناس قالت ان هو لا مش دستوري مش قانوني. ولكن صدر القانون 3 لسنه 2022 وحصل ان الايجار اللي هو بين قوسين السمه التجاريه والاتصال بالجمهور اصبح خاضع لوعاء ضريبي عباره عن 10% بفئه 10% لوعاء ضريبي عباره عن 10% من القيمه الايجاريه، يعني كانه خاضع ب 1%. وفعلا المصلحه نوهت في التعريفات عن القانون الجديد وقالت أن القانون 3 لسنة 2022 أصبح به كثير من المزايا، من ضمن هذه المزايا أنه خفضت القيمة الضريبة على القيمة الإيجارية بنسبة 13%. طب أنا كراجل أنا بسألك، أنت فهمت إيه؟ فهمت أن الضريبة اللي كانت ب 14% تم تخفيضها ب 13 فأصبحت 1% مجازا اللي هو الوعاء 10% من قيمة 10% من القيمة الإيجارية. وتحياتي لحضراتكم جميعا. طبعا احنا سعدنا بتواجدنا معكم وتواجدكم معنا، وان شاء الله تتكرر الحلقات الخاصه بالتواصل ما بيننا وما بين المجتمع الضريبي، وحضراتكم ممكن تفيدونا لو في مواضيع معينه ممكن نتكلم فيها في الحلقات القادمه. سعداء من خلال التعليقات طبعا يتم بالظبط كده، واحنا طريقه التواصل سعداء, سعداء بالتواجد معكم في من خلال الحلقه اونلاين، ويا ريت توافونا باسئله كتير ممكن نرد عليها في خلال الحلقه القادمه بمشيئه الله. انا عايز اقول يا تامر بعد اذنك برضو ان هم حتى لو هم يعني عملتوا تعليقات والحلقه خلصت واحنا مش موجودين، بنوعد حضراتكم ان انا وتامر هنرد على التعليقات دي، يعني انت ممكن تسال السؤال في التعليق وانا هرد لك عليه. تمام، احنا ردينا على الاسئله اللي هي اللي كانت بتمر قدامنا لان في السكرول بتاع الاسئله بيمر سريعا، فالاسئله اللي ظهرت قدامنا هي اللي ردينا عليها، ولو في اسئله لم يتم رد عليها وعدت بسرعه هنرد عليها ان شاء الله في الحلقه القادمه بمشيئه الله. متشكرين جدا. ممكن نجاوب عليه في عجاله؟ اتفضل يا فندم. في كريم البنا بيقول انا متعاقد مع شركه لتسويق منتجاتها بعموله وينص العقد المبرم بيننا بان تقوم الشركه بخصم قيمه الضرائب وسدادها نيابه عني. هل هناك اي خطوات مطلوبه مني في هذه الحاله؟ سؤال رائع، ولكن ده يحتاج محاضره كامله في عجاله سريعه قبل ما ننهي، لان انت جبته في نهايه الحلقه.
طبعا يعني قانون 3 برضو قال لك ان الجهات الملزمه باستقطاع الضريبه وتوريدها طبعا للمصلحه نيابه عن الموردين اللي بتعامل معاها وضحتهم. طيب انت طبقا للتعاقد انت انا مش عارف اذا كانت الجهه دي جهه حكوميه او جهه خاصه، ولكن دعنا نتوقف عند هذا ونقول ان الجهه طالما استقطعت منك الضريبه يبقى انت تاخد افاده منها ان الضريبه تم استقطاعها. خد شهاده بكده، خد الشهاده بتاعت حضرتك، ولو انت مسجل في منظومه الضرائب اللي هي الايتا الجديده بتاخد حاجه اسمها مطالبه سداد. طبعا الموضوع يعني اسف ان واجه في الاخر مش عارف اشرحه سريعا، تاخد مطالبه السداد دي وتاخد رقم وتروح تقول له ادفع لي على الرقم ده. لان في معلومه بين قوسين كده احب اقول لحضراتكم، زمان ان زمان كنت بتقدم الاقرار من ضمن الاقرار، بتقدم الاقرار في المنظومه القديمه بمعلومات رقم التسجيل، ولكن في المنظومه الجديده بتسدد برقم السداد. خلوا بالكم في الحاجات دي برضو، تابعونا في ندوات تثقيفيه لوحده الاعلام عشان تقدروا تعرفوا اكتر عن الجانب العملي في تقديم القرارات. سعدنا بكم ويا ريت نكون قدرنا نغطي اغلب الاسئله ونلتقي قريبا ان شاء الله.